بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صدقت يا من أخذ الله الميثاق لنصرته مع الأنبياء والمرسلين، وجاء وصفه في التوراة، وأودعت صفاته في الإنجيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بحضراتكم في أبواب الخير. بنتكلم النهاردة عن موضوع لازم جميعا نركز فيه وناخد بالنا منه، الكبر والغرور، انك تبقى شايف نفسك وتبقى ماشي نظام يا ارض تهدي ما عليك ادي، والتواضع وجبر الخواطر والنفاق. في فرق بين انك تجبر بخاطر اللي قدامك: ايه يا عم الشياكه دي، ايه يا عم الحلاوه دي، ما شاء الله ربنا يزيدك، حتى لو هو ماهوش في الفورمه او ماهوش في الاداء، بس انت بتجبر بخاطره. وفي فرق لما تقابل مديرك الله الله وتلاقيك بقى يعني اضعاف اضعاف ومطلعه ايه يعني. عارفين النفق؟ نفق اللي بيدخل منه، عفوا الفيران، بيدخل من فتحه وبيخرج من الفتحه الثانيه. عارف دايما يلاوع، عارف دايما ازاي يدخل منين ويخرج منين. هو ده اسمه حاجه بنسميه النفاق. النفاق ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. متخيلين؟ موضوع مهم جدا. في الدرك الاسفل، النار دايما الدرك، اما الجنه دايما درجات مش في الدرك. علشان كده لازم ناخد بالنا. هل لو الواحد النهارده بينافق هيستفاد ايه؟ طيب لو انت بتجبر بخاطر اللي قدامك، دي عباده عظيمه جدا. ايه الفرق بينهم؟ اكيد هنعرف مع شيخنا الفاضل والجليل، واللي دايما انا بكون سعيد بوجوده معنا، لان في ناس كده ربنا اداها القبول في الارض، اداها سماحه. لما الكلام بيخرج من قلبهم بيوصل بسرعه جدا لقلوب الناس. معانا ومعاكم فضيله مولانا شيخنا الفاضل والجليل الشيخ يسري عزامي. اهلا بك يا مولانا. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. منورنا في ابواب الخير. ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله من القلب للقلب رسول. اكرمكم الله. ربنا يخليك. تفضل يا مولانا. يحفظك. بسم الله، وصلى الله على اسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه، اما بعد. حضرتك بدأت بحديث سيدنا رسول الله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تمام. إيه الفرق بين الكبر وبين النفاق؟ تمام. الكبر مرض قلبي والنفاق مرض قلبي، إلا أن الكبر يكون على خلق الله. تمام. طيب اللي بيتكبر على خلق الله ده بتتكبر ليه على الخلق؟ خلقك الله جل وعلا من طين. تمام. من ماء مهين. يا ابن آدم نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. الله. ليه بتتكبر على خلق الله؟ وزي ما يقول سيدنا علي: عجبا لك يا ابن آدم، لما الكبر في الدنيا وأولك نطفة مذرة، نقطة مني، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة. الإنسان لابد أن يتواضع. لذلك رب العالمين وصف عباده في الرحمن، عباد الرحمن في القرآن، قال: يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض وتفرح الأرض بهم. إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. لو غابوا ما بين الناس لم يفقدهم أحد. طب إذا حضروا تواضعوا، يخفون أنفسهم عن الخلق فيظهرهم الخالق للخلق. يعني بتعجبني كلمة جميلة لأستاذنا الدكتور محمد فؤاد شاكر. تمام. كان بيتكلم عن سيدنا الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته، وقال: كان الشيخ خفيا يحب الخفاء. خفيا يحب الخفاء. إلا أن الله تجلى عليه باسمه الظاهر فأظهره للناس. لا إله إلا الله. أنت ما تظهرش نفسك، هو هيظهرك. تمام. متى علم الله من عبده الإخلاص فتح له قلوب الناس. الله أكبر. حضرتك قلت، ضربت مثال من شوية زي الفار اللي بيدخل النفق. تمام. وبيقعد يتلاعب ويروح يمين ويروح شمال، عشان إيه؟ عشان يحصل حاجة من الدنيا. ما قدر يكون، وما جميل. كان لك سوف يأتيك. لا تخادع، لا ترائي، بل خلي عملك كله خالص لله جل وعلا. أخلص من العمل يكفيك القليل. جميلة مولانا. طيب
مولانا انا واحد من الناس مثلا وغير كتير، واحد ممكن يقول لك انا بحب والله يبقى مظهري كويس، البس كويس، جميل، ربنا انعم عليه بمال، يركب عربيه كويسه، بيت كويس. الموضوع ده بيكون فيه حته شويه من الرياء او النفاق. هذا ما سال الصحابه فيه النبي بنفس الكلام اللي حضرتك قلته ده. جميل. عايز البس بدله كويسه وكرافات. أيوة. كويس، وعايز البس جزمه كويسه واحط رائحه طيبه، عايز البس احسن حاجه. واما بنعمه ربك فحدث. فبيقولوا له يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اهذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه؟ يعني احتقار الناس، ازدراء الخلق، ما تحقرش من احد. اذا انت لبست كويس وكنت لبسك شيك وكل حاجة، ما تقولش ده فلان ده مش لاقي ياكل، ده فلان ده ما بيعملش وما بيلبسش. لا تحقرن احدا من خلق الله، وظن دائما وابدا ان كل الناس دي افضل منك. جميل. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا. صحيح. وربنا يقول على لسان سيدنا لقمان انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. صحيح. كل صحيح. ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن كان في شيخ من مشايخنا دكتور محمد يقول كلمه. أيوة. الكلمه دي جميله قوي. تلاقي واحد متكبر كده ومتغطرس. أيوة. وداخل كده يا أرض تهدي معاليك أدي. تمام. شوف الشيخ بيقول ايه بقى، احفظ البيت ده، بيت جميل قوي. وما حلى لي من الدنيا. أيوة. وبهجتها إلا مقابلة أهل التيه بالتيه. الله. طيب استأذنك مولانا بعد كلامك الجميل ده وناخد معنا أستاذ صباح. أهلا بيك يا فندم. سلام. وعليكم السلام. اتفضلي. ممكن أكلم فضلك الشيخ؟ تحت أمرك. سامعيني يا فندم؟ اتفضلي. اتفضلي. لا سمحت، انا كنت لسه مخلفه من سنتين. تمام. ماشي. واتصلت على اختي عشان تيجي تاخدني تودي ابني، كان عنده شهر للدكتور. فحماتي مسكت اختي وشتمتها، فاختي ما رديتش تسكت. تمام. ردت عليها. فشتمتها بالفاظ نفس الالفاظ اللي حماتي شتمتها لها. تمام. فدلوقتي حماية حارس طلاق اللي هي ما تخشش عندي، بقالها سنتين على كده ما دخلتش عندي. تمام. طيب فأنا دلوقتي انت بتروحي لها؟ بروح لها. طيب. جوزي شرط عليا اروح لها مرة واحدة في الأسبوع، وهي نص ساعة بس، هي ساكنة هنا جنبي. جميل. حاضر يا فندم، حاضر، شكرا جزيلا. فأنا المطلوب مني دلوقتي اللي أنا أعمل إيه عشان حماية يرضى اللي تخليها هي تيجي. حاضر يا فندم، شكرا جزيلا. معانا أستاذة سيدة، يا أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا فندم. محمد. يا أهلا بيكي. لو سمحت أنا مريض بسرطان. ألف سلام عليكي. وتعالج من الفلاج ده 18 سنة. تمام، ربنا يشفيك يا رب. بدل عاجز وواخد معاه. تمام. وابني في السجن ليا 4 سنين. طيب أستأذنك يا حاجة سيدة، سيبي رقم حضرتك في الكنترول، وأعتقد الحلقة اللي فاتت كان في حد اتصل كان عايز يتواصل معاكي. شكرا جزيلا وربنا يشفيك ويعافيك يا رب. معانا استاذ عفاف، يا اهلا بيك يا فندم. يا اهلا بيك يا استاذ عفاف، اتفضلي. طيب نرجع لاستاذ صباح. طيب معانا ام محمد، حبايبك كتير يا مولانا. يا اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي. سامعين حضرتك يا ام محمد، اتفضلي يا فندم. طيب أستاذة صباح، موضوع أختها والكلام ده وجوزها، يعني الفرصة متاحة أنها تروح لأختها لكن ممنوع أختها تجيلها. هو مين اللي حلف يمين؟ حماها. حماها حلف أن أختها ما تجيلهاش. حلف بالظبط بالطلاق يعني. أن أختها ما تجيش عندها لكن مسموح ليها وجوزها بيسمح لها أنها تروح لأختها وتزورها عادي يعني. طيب ما كده المشكلة اتحلت، خليها بالزبط. تروح لأختها. ومش داعي أن أختها تجيلها يعني. تمام. يعني إذا هو ممكن بعد كده احنا بس عايزين نعرف اليمين اللي قالوا ايه بالظبط. هل ممكن يكفر عن اليمين ولا لا؟ تمام. يعني اي واحد حلف على يمين ويريد ان يؤدي خلاف هذا اليمين يكفر عن يمينه يعني. تمام. ممكن هو يكفر عن يمينه واختها تجيلها، انما هو لم يقطعها من مودة اختها حتى. جميل. لو هتودها في بيتها عند والدتها فما فيش مانع ان هي تبقى ايه على مودة معاها يعني. جميل يا مولانا، استاذنك وناخد معانا استاذ عفاف، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. لو سمحت انا امبارح
سألت سؤال للشيخ فطبعا سؤالين، فالسؤال الثاني فهو يعني معذرة يعني هو ما فهموش مني كويس. طيب اتفضلي. فأنا دلوقتي عايزة يعني الشيخ يجاوبني عليه بس بطريقتي يعني أفهمه. اتفضلي يا فندم. أنا دلوقتي كان ليا 4000 عند والدتي. تمام. فطبعا والدتي أخويا باع جاب ذهبه، فأمي قالت لي الذهب ده عامل 5000 جنيه، وهو لما اتباع عامل 4000 جنيه، قالت لي لا أنا عايزة فيه 5. تمام. 5000 جنيه. فطبعا أنا جوزي احتاج فلوس هو وأخوه، فأنا اديتهم الفلوس الذهب يعني بعته واديتهم ال 4000 جنيه وقلت لهم أنتوا بتدوهم 5000 جنيه. تمام. فوالدتي مش عايزه مني جرامات، هي كانت عطتوني على اساس ان هو عامل 5. السؤال واضح يا مولانا؟ 5000 جنيه وهو بيتباع باربعه. هي قالت لي بتباع باربعه بس هو انا عايزه فيه 5 زي ما اشتريته. واضح. وانت وافقتي ان انت تدي لها 5؟ اه. انت وافقتي ان انت تدي لها 5 في الذهب؟ وافقت. يعني انت خدت الذهب من والدتك قالت لك عليكي 5000 جنيه مظبوط؟ ايوه. فين السؤال بقى؟ فين السؤال؟ ايوه. احنا ليا عندها 4000، هي تسالني ب 1000، هي تسالني ب 1000. تمام. طيب ايه المشكله؟ في حرمانيه في الفلوس ديت كده يعني. لا مفيش حرمانيه، انت عليكي 1000 تسدد ال 1000 اللي باقي عليك، الموضوع بسيط خالص يعني. لان المسلمون يعني عند شروطهم البيع عباره عن ايجاب وقبول. الذهب ده انا ابيعه لك ب 5000، قلت لها حاضر ب 5، ليكي عندها 4 تبقى 1000، تسدد ال 1000 اللي عليك. تمام. السؤال واضح يا حاج عفاف؟ طيب شكرا جزيلا. معانا استاذه مريم، يا اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. عايزه اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي. فضيله الشيخ، انا اخويا متوفي بالظبط دلوقتي من 45 يوم. ربنا يرحمه يا رب. وكان كان مطلق مراته من قبل ما يتوفى بحوالي شهرين. تمام. فجت الوفاه بتاعته، كانت هي يعني توفت وهو في مكان واحنا في مكان. فلما جت الوفاة مراته جت البيت، فاللي حوالينا والأهل بيقولوا ما تنفعش تدخل البيت على أساس إن هو مطلقها، لأنه كان مطلقها قبل ما يتوفى. هل ينفع إن هي تيجي البيت لأن ليها أولاد وأولادها جم معاها؟ مرات أخوك عندها كم سنة؟ عندها حوالي 45 أو 46. هتسأليها سؤال، لسه بتحيضي ولا بلغت سن اليأس؟ لا بتحيض. بتحيض، يبقى عليها 3 قروء. ودي الطلقة الأولى ولا الكام؟ لا دي الثانية. الثانية، يبقى هي معتدة، والمعتدة كأنها زوجته في فترة العدة، كأنها زوجته، لأن الثلاث قروء هيبقى أكتر من شهرين، يعني تحيض وتطهر 3 مرات، هي لازالت زوجته المعتدة الرجعية دي حتى بترث منه بعد موته. وجودها في البيت حرام ولا مش لا حرام؟ مش حرام، هو اصلا هو لما طلقها ممكن تظل في البيت لانه ممكن يرجعها، والشرع قال كده، قال تظل المطلقه طلقه اولى وطلقه ثانيه في البيت علّه ان ينظر اليها وتنظر اليه فيحدث الوفاق بينهما فيراجعها مره اخرى. ما فيش طيب مانع ان هي تيجي تعز ان شاء الله. طالبه من حضرتك بس ادعوا له ربنا يرحمه. الله ان يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. اللهم امين. شكرا جزيلا يا حاجه مريم. معانا ام ملك، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا ريت نعلي صوتنا يا فندم، اتفضلي. ايوه والله يا عم يا سيدنا الشيخ، انا امي وابوي في نص الشارع. تمام. انا مش هروح لهم، جوزي مانعني، مفيش اي سكن. طيب. ابويا وامي. طيب يا ام ملك، سيبي رقم حضرتك في التليفون ولو حد تواصل هنوصله بيك. شكرا جزيلا وربنا يحفظهم يا رب. معانا امة الله، اهلا بيكي. عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام. الله. اتفضلي يا فندم. عندي سؤال عايز اساله فضيله الشيخ. البوستة عامله بتدي كارد وبتاخد عليه 2%، هل ده يجوز ولا غير يجوز؟ تمام، حاضر. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا يا فندم. اتفضل يا مولانا. بالنسبة للمعاملات البنكية دي ممكن تلجأي إلى دار الإفتاء، وإن كان القلب لا يرتاح إلى مثل هذه المعاملات، لأن الحديث واضح، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا داعي لها والله أعلم. جميل، نرجع لموضوعنا مولانا.
في يعني خيط رفيع كده او شعرايه رفيعه جدا بين النفاق وبين أيوة. جبر الخواطر. نعم. خلينا بقى في حته جبر الخواطر. جبر الخواطر دي ده الانسان يحيا باسم الله الجبار. ما هو اسم الله الجبار، الناس بتظن ان اسم الله الجبار ده كله مخيف بيخوف تمام. بس لا، ده اسم الله الجبار له معنى جلالي ومعنى جمالي. الله. المعنى الجلالي جبار على كل جبار. يا الله جل وعلا أكبر من كل كبير، أي واحد هيتكبر ربنا هيقسمه. تمام. طيب الجبار المعنى الجمالي، الجمال. أن الله يجبر بخاطر عباده. الله. أنه يقول ورحمتي وسعت كل شيء. أنه سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم الرؤوف اللطيف الودود، يتودد إلى عباده، يجبر بخاطر عباده سبحانه وتعالى. تخيل إن احنا يوم القيامة سيدنا النبي يقول كده أمتي أمتي، وربنا يقول رحمتي رحمتي. الله الله. لن نضيع بين رحمة الله وشفاعة سيدنا رسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. ده دايما نقول للناس نسألهم سؤال، ربنا خلق الرحمة 100 جزء تمام، أمسك عنده 99 جزءا وجعل في الأرض جزء واحد يتراحم به الخلائق جميعا. طب الجزء اللي بيتراحم به الخلائق ده جزء واحد من 100، طب إمتى نستفيد ببقية أجزاء الرحمة؟ تمام. قالوا أهل الله من الصالحين تبلغ الرحمة منتهاها، تبقى 100 جزء إمتى؟ عندما يوضع العبد في قبره وحيدا فريدا، لما يقول لك ذهبوا وتركوك أيوة. ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا الله وهو الحي الذي لا يموت. طب لم يبق لك إلا الله، إلا ربنا معاه، لا يحتاج إلى أحد. جميل. قل لله كما يريد يكن لك كما تريد الله. وفوق ما تريد ويولن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد. ونعم بالله مولانا، ربنا يحفظك ويكرمك ويستأذنك. وناخد معنا أم صابر. أهلا بك يا فندم. هستأذنك يا أم صابر نوطي صورة التلفزيون يا فندم. تفضلي سامعين حضرتك. يا أهلا بك. وعليكم السلام. أنا تعبانة صعبت عليا ومعايا ابن واخد 7 سنين تمام، ومعاه عيلين ومرته، ورحت مع الدنيا اتدخلت معي. انا من المنيا رحت جيت هنا في مصر بنشتغل شغل وصعب بتاعي، عندي ضغط، جت الجلسه 3 مرات وعندي روماتيزم في رجلي. ربنا يشفيك يا ام صابر، ربنا يشفيك يا فندم. خلاص سيبي رقم حضرتك في الكنترول. معانا ام مسك. اهلا بيك يا ام مسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي كنت عايزه اسال على حاجه. تمام. دلوقتي انا حماتي بعد ما والدتها توفت المفروض كانت تاخد ورثها من اهلها، من خالتها يعني. تمام. بس ما حدش من خالتها عايزين يقسموا حاجه من الورث، ولا عايزين يعرفوا حد ورثهم. فكل ما تكلمهم يقولوا لها انت مستعجله على ايه، انت دلوقتي اصبري مفيش حاجه يعني لو صبرتي. ولما قلت لهم نروح طيب دار الافتاء نعرفوا كل واحد حقه ايه، مش راضيين يعني، هم مش عايزين يخلوها تقسم حاجه ولا تعرف حقها فين. ايه السبب يا فندم؟ ايه السبب؟ السبب هم كده مش عايزين يبيعوا حاجه من حاجتهم عشان خاطر دي حاجه اهلهم. تمام. حاضر حاضر يا ام مسك، شكرا جزيلا يا فندم. معانا استاذ عماد. اهلا بيك يا استاذ عماد. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا فندم. حضرتك انا سامعين حضرتك يا فندم، اتفضل. انا كنت متزوج من حوالي 4 سنين تمام، وزوجتي يعني كانت عاصيه وكده وناشز، وكانت على طول بتعمل معايا مشاكل دايما. تمام. وطي صوره التلفزيون يا استاذ عماد، اتفضل يا فندم. كمان وطي خالص. الكلام دوت من حوالي 4 سنين، وانا يعني من فتره كبيره قوي بحاول اكون قريب من ربنا على قد ما اقدر. تمام. وسافرت السعوديه وقعدت سنه هناك وقربت من ربنا جامد هناك، ورجعت قعدت ادعي ربنا ان هو يعني يهديها لي وكده، بس ما فيش نصيب، دايما كنا على طول في مشاكل وكده. فانا سبت البيت بصراحه عشان اقصر من المشاكل ديت، وقعدت عند والدتي. تمام. فتزوجت من تانية. تمام. ربنا كرمني بزوجه صالحه بتصلي معايا وبتعمل كل حاجه وكويسه جدا. تمام. معايا، والدنيا بقت كويسه جدا معايا، واكيد من دعاء ربنا. جميل. يعني تمام. السؤال يا فندم، على زميلتي الاولانيه لحد دلوقتي. ايوه.
يعني هو بصراحه كده يعني حصل منها يعني خيانه قبل كده، وانا يعني اتاكدت منها. طيب السؤال يا فندم، السؤال ايه؟ السؤال مباشره يا استاذ عماد ايه؟ السؤال مباشره يا فندم، هي دلوقتي على ذمتي وزوجتي الثانيه انا قاعد معاها. تمام. وما طلقتهاش. السؤال برضو ايه؟ السؤال يا فندم هي وضعها ايه دلوقتي قدام يعني حكم الله والشرع والدين؟ انا سايب البيت بتديها حقوقها يا فندم؟ تصرف عليها؟ مخلف منها؟ بتطلق حقوقها كلها. تمام. معاها اولاد؟ معاها اولاد يا فندم. تمام. طيب حاضر. ماشي. وبصرف عليهم، مش مخليهم مناقصين اي حاجه. تمام. وبتديها هي شخصيا حقوقها الشخصيه؟ لا يا فندم، ما تشوفهاش، قاعد عند والدتك. من اربع سنين. حاضر يا فندم، من اربع سنين سايبها، مظبوط؟ اه. حاضر، شكرا جزيلا يا استاذ عماد. معانا ام احمد، يا اهلا بيكي. اهلا بيكي. يا اهلا بيكي يا ام احمد، اتفضلي يا فندم. اهلا بيكي، انا ام احمد. يا اهلا بيكي على دماغنا. الله يكرمك يا رب. انا بص، كان عندي ولدين. تمام. الولد الاولاني ربيته وكبرته وخليته دكتور قد الدنيا ما شاء الله. والولد الثاني كويس معايا. تمام. الولد الكبير ساعة ما عرف اللي خلاص انا يعني هو بقى مستغني عننا يعني. ساعة ما رحت له وهو اما جه من السفر الكلام ده كرشني من بيته. تمام. وكرشني يعني. فمن يومها جالي السكر والضغط وتعبت. طيب ام احمد، يعني انا بعيدة عنه وبقالي كام سنة وهو ما سألش فيا من يوم ما كرشني. طيب ما سألش فيا خالص. طيب سؤال يا ام احمد، حضرتك يعني مربيه اولادك كويسين ومعلمهم كويس ما شاء الله وربنا يحفظهم، ايه اللي وصله للجحود ده؟ ايه اللي وصله للمرحلة دي؟ هو طول عمره حتى وهو في الاعداد لسه صعب. قلبه جامد. صعب. هو قلبه جامد، تبحته قاسي. طيب لما سافر وراح وجاي قلبه جامد قوي. طيب. رغم ان احنا ابوه وبابا يعني بابا وانا والله العظيم ما عملنا فيه حاجه ابدا. فانا بسال، هو بقى له خمس سنين ما بيسالش فيا ولا بيصالحني ولا. طيب. ولا حتى حاسس باي حاجه. سؤال شخصي يا فندم، انا عايز اعرف هو في حرمانيه او انا. طيب. يعني في حرمانيه كده او في حاجه. سؤال شخصي يا ام احمد، حضرتك وابوه علاقتكم كانت مع جدود ابنك ايه؟ يعني مع ابوك وامك وزوجك نفس القصه مع الاب والام كانت ايه؟ كلها كانت تمام ولا برضو كان في بعض المشاكل؟ الله يرحمه، لا ده هو كان بر بابوه قوي. تمام الحمد لله. جوزي انا وانا الحمد لله لحد ابويا ما مات ولحد امي ما هي عايشه ربنا يديها الصحه. يا رب. احنا يعني احنا ناس يعني عمرنا ما عملنا حاجه في حد يعني. حاضر. والله ربنا يحفظك يا ام احمد. شكرا. انا عايز اعرف بقى يعني انا دلوقتي ولا بسال انا فيه انا يعني. حاضر. هو مسافر. سؤال واضح يا فندم. ولا 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 اي حاجه خالص. شكرا جزيلا وربنا يهديه لك يا رب. معانا اخر اتصال، الحاجه ام محمد، يا اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا بيكي، اتفضلي. لو سمحت انا بسال على الصلاه. اتفضلي. انا لما بصلي. تمام. يعني ممكن اقرا سوره الاخلاص. ماشي. تمام. بس بعد كده ممكن بعد ما اصلي ثلاث ركعات ثانيه ممكن ايه ما اجيبش بالترتيب اقرا سوره العصر كده يعني، فده صح ولا غلط؟ حاضر حاضر، شكرا جزيلا. ولا هو يبقى بالترتيب في الصلاه؟ حاضر يا ام محمد. الترتيب في الصلاه. حاضر، شكرا جزيلا. مولانا سريعا لان حبايبك كتير. فضل. ام محمد، موضوع التنكيس في الصلاه ممكن نقرا بالاخلاص وبعد كده ارجع مثلا كل ايها الكافرون؟ هو العلماء اختلفوا هل التنكيس يكون في ركعه واحده ولا في الركعتين. تمام. لكن الاولى والافضل الا ننكس في الصلاه عموما، اقرا في الركعه الاولى العصر، الثانيه الكوثر، او قل هو الله احد، يبقى مراعاه الترتيب افضل. جميل. ام احمد ابنها عاصي اربع خمس سنين بعيد عنها، اتمنى انه يكون بيسمعني الان واقول له يعني انت معاك باب من ابواب الجنه، ان كان مات والدك فأمك على قيد الحياة، اذهب إليها وقبل يديها ورجليها، وكما قال رسول الله إلزم رجلها فثم الجنة، واللي هتعمله في أمك أولادك هيعملوه فيك، لأن العقوق تعجل العقوبة عليه في الدنيا قبل الآخرة. توب لربنا وارجع، وكل عاقل لوالديه توب إلى الله وارجع،
واذهب إلى والديك وقبل قدميهما قبل أيديهما. جميل. وربنا يهديه يا رب إن شاء الله. أستاذ عماد بيسأل على موضوع زوجته الأولى بقى له 4-5 سنين بعيد عنها ومتجوز الزوجة الثانية، بقول بديها حقها المادية فقط. ربنا وضح لنا الموضوع في القرآن، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تمام. طبعا هي لها حقوق شرعية، إن لم يوفر لها هذه الحقوق يبقى تسريح بإحسان وكل واحد يروح لحاله. جميل. أم مسك موضوع الورث، خالتها مأجلين ما مش عايزين يدوا لأمها. ده مما عمت به البلوى عندنا في مصر. تمام. إن يقول لك إيه يا أخي وإحنا هنروح من بعض فين، خلينا شوية. صحيح. العزاء يا دكتور محمد 3 أيام، لا عزاء فوق 3. تمام. بمجرد ما تنتهي أيام العزاء نوزع الميراث. نوزع الورث. ربنا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. شوف الميت عليه ديون، نقض الديون اللي على الميت في وصية، ننفذ. جميل. الوصية ويوزع الميراث فورا. ربنا يحفظك ويكرمك، نورتنا وأسعدتنا شيخنا الفاضل الجليل دكتور يسرى عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص. شكرا جزيلا، مكملين معكم في أبواب الخير، ويكون معنا بإذن الله بعد الفاصل أيضا شيخنا الفاضل والجليل الشيخ أحمد سمير من علماء الأزهر الشريف. هنروح لتقرير ونرجع نكمل معكم بإذن الله في أبواب الخير.